مرحبا بكم بنات في فيديو جديد عندي في قناه. ديما نقول لك صنعها الوغ. هذا الفيديو هذا عباره على واحد جوبا كما كتشوفوا سهله بزاف. كتخدم بغرزه الصدفه. الو بالنسبه ليا هاد لا جوب هادي بالنسبه للقياس ديال عامين. الو درت في لا سينتور نورمالمون في حيت كيفما كتشوفوا هي كتيري على هذا الشكل. خدمت نورمالمون خصو من تيريها يعطيني فيها 24 سنتيم. الو الطول ديالها شحال درت فيه؟ درت فيه 24 سنتيم. وهنا في التحت راه كنلقاو تقريبا ما بين 26 حتى 30 سنتيم. الو الخيط اللي خدمت به دائما كيفما كنقول لكم الخيط ديال العبار على جوج ديال الشعرات. الكروشي ديال الالومنيوم رقم 2.5. الو نتمنى من الله ان الفيديو يعجبكم وان الطريقه تجيكم سهله. هو الصراحه كيجي سهل بزاف وكيطلع بسرعه عجيبه. الوغ من موراه ان شاء الله تعالى ندير لكم البوليرو باش نكملوا اللبسه. نبداو على بركه الله. نبداو على بركه الله البنات. وهنايا خدمت واحد المجموعه ديال السلاسل اللي الطول ديالهم 46 سنتيم. 46 سنتيم. واش غندير دابا؟ غنجي غادي نخدم فوق كل سلسله واحد عمود. غادي نطلع بجوج تاع السلاسل فقط. نجي فوق السلسله رقم السلسله الاخيره بليطو غادي نخدم عمود وفوق كل سلسله غادي نخدم واحد عمود. ما نزيرش بيدي لان هذه غادي تكون بمثابه الصمطه ديال الجوب كيفي ما خصهاش تكون مزيره. الو غادي نكمل هاد السطير كله كما كتشوفوا سلسله ديال الاعمده. كما كتشوفوا البنات انا ساليت هاد الاعمده. اش غندير دابا؟ غنجيب الجهه الاخرى على هاد الشكل وغادا نسدها. اش غندير؟ كنجي فوق من هاد السلاسل كما كتشوفوا وغادا ندير غرزه منزلقه. غنطلع ثلاثه السلاسل وغنجي فوق العمود الاول غادي نخدم عمود امامي. ثاني غادي نديرو عمود امامي. ثالث غنديرو عمود خلفي. الرابع غنديرو عمود خلفي. الو غادي نبدا نخدم جوج اعمده أمامية. جوج أعمدة أمامية. جوج أعمدة خلفية. هادي غدا تكون الصمطة ديال لاجوب. ألوغ جوج أعمدة أمامية. جوج أعمدة خلفية. جوج أمامية جوج خلفية. ألوغ حتى غدا نسالي غدا نبقى نخدم حتى يولي عندي في العلو ديال لاسانتيغ 4 سنتيم. يعني غادي يجوني تقريبا 5 ديال الاسطر. غادي نبقى نخدم على هذا الشكل جوج الاعمده الاماميه وجوج الاعمده الخلفيه حتى يولي عندي في العلو ديال لاسينتيغ هادي تكون عندي 4 ديال السنتيم. وغنرجع لكم البنات. دابا كيفما كتشوفوا هنا ساليت لاسينتيغ. ها هي القياس اللي بغيت 3 سنتيم في العرض. دابا كنجي ما بين هاد جوج ديال الغرز الاماميه كندير واحد صدفه فيها جوج أعمدة جوج سلاسل جوج أعمدة. تنجي مباشرة ما بين هاد جوج ديال الغرز ديال الأعمدة الأمامية نخدم فيهم كلهم صدفات فيهم جوج أعمدة جوج سلاسل جوج أعمدة. حتى غادي نسالي الدورة ديالي كاملة. أعمدة جوج سلاسل جوج أعمدة. ألوغ غادي نخدم جوج ديال السطورة على هاد الشكل. نخدم السطر الأول غادي نخدم فوق منو السطر الثاني. ألوغ صدفات كما كتشوفو جوج أعمدة
جوج سلاسين، جوج ديال الأعمدة. ألو غدا نكمل السطورة بجوج ونرجع لكم. إذن صافي كيفما كتشوفو أنا خدمت جوج ستة سطور كيفما قلت لكم، بدا السطر الثالث. ألو هنا في رسالة السطر كنجي هنا فوق هاد السلاسل كندير غرزات منزلقة، كنخدم واحد منزلقة فوق العمود الأول، نجي هنا فوق جوج تاع السلاسل كنخدم واحدة منزلقة. ألو هنا غدا ندير مروحة ديال ثلاثة ديال الأعمدة، واحد جوج ثلاثة، جوج سلاسل ثلاثة ديال الأعمدة. ألو غدا نزيد نعطيها داك الإيفازي، جوج ثلاثة. ألو كل مروحة غدي نخدم فوق منها مروحة ديال ثلاثة ديال الأعمدة، جوج سلاسل ثلاثة ديال الأعمدة، واحد جوج ثلاثة. دونك غادي نخدم، غادي نبقى خدامة على هاد الشكل حتى غادي نوصل للطول اللي بغيت. ألوغ بالنسبة لهادي اللي كنخدم أنا ديال البنية ديال عامين، عندنا في لاسانتيو كيفما قلنا 24 سنتيم، وغنديروها إلا بغيناها تكون ميني غنديرو ليها في الطول ما بين 22 و 24 سنتيم. ألوغ غادي نبقى خدامة بنفس المروحة ديال ثلاثة الأعمدة، جوج سلاسل ثلاثة الأعمدة، حتى نوصل الهبار اللي بغيت. أنا غادي ندير في هادي واحد 23 حتى 24 سنتيم، ألو حيت فقط السطر الأخير اللي غادي يكون مختلف، سينو غادي نكمل الطول ديالها كامل حتى نوصل 24 سنتيم. هنا صافي كتشوفو أنا وصلت لهاد الحد هذا كيفما كتشوفو، وصلت ل 20 سنتيم. ألو بقى ليا واحد 4 سنتيم تقريبا، بقى ليا واحد 4 ديال الأسطر. فضلت هنا انني ندير واحد لابوند يا اما بالكري يا اما بالابيض باش نهرس هاد الوغوز هذا. الو اش غندير؟ الو هنا وصلت الاخير، وصلت على الاخير عمود غنجي هنا غندير غرزه منزلق. الو كنحيد هاد الخيط هاد اللون هاد الغوص، غادي نجيب هاد اللون الابيض هذا ونطلع ثلاثة ديال السلاسل. لا لو طو لو لو، غدا نجي غدا نخدم هنا حشو منزلقة بليطو، نجي هنا غدا ندير منزلقة طلع ثلاثة ديال السلاسل، وغدا نعاود ندير ثاني مروحة بنفس الشكل ثلاثة ديال أعمدة، جوج سلاسل ثلاثة ديال أعمدة، نجي نطلعها نفس العملية. العمود الأول، العمود الثاني، العمود الثالث، جوج تاع السلاسل ثلاثة ديال الأعمدة. ألو غادي نكمل واحد جوج ديال السطور غادا نديرهم في هاد اللون الأبيض، وغادا نرجع نفينيها باللون الغوص. ألو كيفما كتشوفو البنات أنا خدمت هاد جوج ديال السطور بهاد اللون، غادا نرجع دابا للون الغوص باش غادا نخدم آخر سطر. نطلع ثلاثة ديال السلاسل، نجي هنا غدا نخدم آخر سطر اللي كنديرو في العمود الأول، الثاني، الثالث، الرابع. ألوغ مغداش ندير هنا السلاسل، غدا ندير ثمانية ديال الأعمدة في كل بلاصة، غدا ندير ثمانية ديال الأعمدة، خمسة،
8 نمشي لبلاصه اخرى الفاسي 8 ديال الانده واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه نكمل هذا السطر الاخير كله على هذا الشكل هذا.